وقيمتك الكبيره جدا معروفه عنك كنادي الاهلي، وبدات يعني يبقى ليك ايه يعني رهبه عظيمه جدا موجوده في النادي من النادي الاهلي في الموسم الحالي يعني، وفجاه يتم التوقف. طبعا ده اكيد بيوقف حاجات كتيره جدا، بيقلل من اللياقات البدنيه البدنيه والفنيه ولياقه المباريات، بيوقف انتصارات الاهلي يعني. طبعا ده ضرر كبير جدا هو على النادي الاهلي يعني. كان طبعا المفروض تلعب ماتشين او ثلاثه قبل التوقف اللي تم التوقف، فحرمك من انك انت تلعب ده يعني. الاهلي هيقعد تقريبا اخر ماتش لعبه المفروض كان ماتش الزمالك يوم 19، كان الماتش بالظبط اللي قبله اعتقد يوم مع اسوان، 14 او مع اسوان 14 يعني كان او قبليه باربع 15 خمس يعني، ايام كان 15 خمس ايام يعني كان قبليه بالظبط، كان يوم 15 يعني. 15 تقريبا. فمتخيل حضرتك انك هتقعد من يوم 15 اكتوبر لغايه يوم 25 نوفمبر ما بتلعبش ماتشات، انت بتتكلم كده في 40 يوم تقريبا يعني. طبعا طبعا، فطبعا وقت كبير يعني جدا. ده 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 فتره راحه بين الموسمين يعني ها تقريبا يعني. فطبعا يعني اعتقد ان الاهلي يعني هو اكثر المتضررين من هذا التوقف يعني. نتمنى الا تتعرض الكره المصريه لتوقفات تانية باذن الله يعني. طيب بعد العوده، ان شاء الله للمباريات، يعني اول مباراه المفروض يوم 25 بعد فتره التوقف دي، هل من المتوقع يا استاذ اوسي ان احنا نشوف الاهلي بنفس المستوى الفني والبدني والنتائج اللي شفناها بختام مباراه اسوان، ولا هيبقى في بقى بدايه تدريجيه وعوده النادي الاهلي تدريجيا للمباريات بمستوى فني مميز واللي ممكن يكون بينتظر جمهور النادي الاهلي؟ بتشوف الجزئيه دي ازاي يعني؟ طبعا يعني نتمنى ان الاهلي يعني يكمل ما انهاه في اخر مباراه ليه في المسابقه، تمام. لكن انا ما اقدرش اقول لك ان انا اتوقع الاهلي يرجع بالمستوى ده او يرجع بشكل تاني، ما اقدرش احكم بده لان الاهلي غاب عننا 40 يوم من غير كوره، مش شايفينه يعني. مؤكد ان التوقف والبعد عن المباريات الاكثر الرسميه منطقيه هو ان انت هترجع تدريجيا، بالظبط مش هتتاثر. هترجع باللي لا ختمت لا بيه، عمرك ما هترجع هتتاثر. باللي ختمت بيه ده، انت ترجع ده انت دلوقتي بتبدا من جديد، صح. وده يعني للاسف الشديد. ما عشان كده بقول لك الاهلي اكثر متضررين من هذه العمليه، انك انت مؤكد لانك انت كنت وصلت لمستوى معين، فما يعني هتحافظ عليه وتزود عليه. كويس. اعتقد انك لسه هتبدا تلملم تاني من جديد وتلم وتعمل وتشتغل يعني. طبعا عمليه مش كويسه، وده طبيعي جدا لاي فريق يعني. مؤكد انك انت يعني هترجع، لكن اتمنى الاهلي يرجع، والمؤكد ان شاء الله انه سيرجع كما كان يعني بإذن الله. الموضوع. هل نقدر نحكم على مدى قدرة النادي الأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا السنة دي بعد أول 6 ماتشات، ولا لسه شوية؟ لسه بدري يا أمير، احنا داخلين أنا مش على بتكلم على المدير الفني، أنا بتكلم على مقاومات ما أنا فريق. فاهم لا لا داخلين على دور المجموعات. كويس. ما لعبناش ولا ماتش في دور المجموعات لغاية دلوقتي سواء حلو. لأي فريق، وما تعرفش مستويات الفرق الأخرى شكلها إيه. طبعا دي بطولة كبيرة والدوافع بتكون كبيرة جدا عند كل الفرق. ما ينفعش ان انا كداخل على بطوله اقول انا البطوله دي خلاص انا ماسكها في ايدي او تحت جنبي او انا المرشح. طبعا الاهلي دايما بيبقى المرشح. انت بتتكلم في الاهلي واخد 8 ألقاب رقم قياسي، بالظبط. لما تتكلم اخر الثلاث بطولات الاهلي عامل فيهم 2 فاينل اللي هو سبعة ما كان مع الترجي ومع ترجي الوداد الوداد قبليه. وخرج الاخر 3 4 سنين موجود الاهلي عامل فيهم 2 فاينل يعني، بالظبط. واخد بالك، وكان قاب قوسين او ادنى من فوز بطوله. فوجود الاهلي دايما دايما بيبقى مرشح بقوه، او اي فريق مصري بيبقى مرشح بقوه للبطوله سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه. يا ما بالك بالاهلي اللي هو يعني سيد انديه القاره ونادي القرن الافريقي واللي حاصل على 8 ألقاب متجاوزا كل الفرق اللي موجوده يعني. فمؤكد الاهلي مرشح بقوه زي ما مرشح الترجي، زي ما مرشح الزمالك، زي ما مرشح النادي بالمناسبه يا الاهلي. استاذ اوسي، دي لقطات لاول مران للاهلي اللي قدامنا دي، وهم داخلين الملعب المران، اعتقد انه انتهى من حبه صغيرين جدا يعني. تمام مؤكد هو كان بدا من انا عايش جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه باذن الله في هذا المعسكر. اتفضل يا استاذ اوسي. فالاهلي بالتاكيد مرشح وينافس بقوه، لكن الاهلي السنه دي مختلف عن ال3 سنين اللي فاتوا في دوري الابطال. الاهلي السنه دي لديه فريق قوي، لديه فريق مميز، لديه مدرب مميز بيلعب كره جميله وكره مميزه. اعتقد ان هي لن يكون من السهل ان الاهلي يفرط هذا العام في حلمه باسترداد دوري الابطال الافريقي اللي غايب عننا من 2013. طبعا عايز يعني اقول لك وجود الاهلي في دبي بالظبط يعني، لان انا احدى المعسكرات كنت مع الاهلي في دبي. الحقيقه يعني هناك بيبقى يعني ايام اعياد بالنسبه لهم يعني، وبيتوافدوا على الاهلي من كل الامارات اللي موجوده في دوله الامارات العربيه. يعني بيجوا يعني من مسافات بعيده، ممكن ناس تيجي من ابو ظبي، ناس تيجي من العين، ناس من الشرق، ناس من بالظبط بيسافروا عشان يشوفوا عشان يروحوا يشوفوا لعيبه الاهلي ويقعدوا معاهم ويتصوروا معاهم، وبيبقوا جايين ايه باسرهم وباولادهم، بتبقى حاجه جميله جدا. دي
قيمه النادي الاهلي يعني. انت الاهلي اينما حل هتلاقي له رواد وعشاق ومحبيه يعني في كل مكان يعني. دي حاجه ايجابيه في الحقيقه، وان شاء الله النادي الاهلي يستفاد اكثر استفاده من هذا المعسكر. لا وادي صور معانا الناس من هناك، مروان محسن عامل نيو لوك كمان لا ما شاء الله يعني موفقين باذن الله. طيب عايز نتكلم على الفتره. ما سالتنيش على المباراه العبقريه بتاعت امبارح. انهي؟ اتفرجتش على الماتش اللي جه 10 تجوال امبارح؟ ما ده هنتكلم فيه، ده هنتكلم فيه طبعا يعني. ده حاجه جميله جدا، حاجه عظيمه يعني. الواحد يتمتع يا استاذ والله بالماتشات دي. بنتمتع بكل الماتشات في كل حته ما عدا في مصر للاسف، لان مفيش انتظام للمسابقات يعني في الحقيقه. خلينا في الاهلي. الاهلي الاول وهنختم بموضوع ليفربول وارسنال. لا يعني طبعا الملعب واضح ان ملعب كويس جدا. ده ملعب النادي الاهلي دبي، موجود في دبي، ملعب قوي، ملعب مميز، والتمرين بيتمرنوا عليه طبعا. هو هناك ده مجمع كبير جدا لنادي الاهلي في دبي، مكان نادي عريق بالظبط جدا. وطبعا من الاسماء المشتقه اللي بتنتمي للنادي الاهلي يعني. الاهلي يعني له تاثير كبير جدا في المنطقه، وخصوصا في الاهلي دبي، اهل السعوديه، يعني اهلي كتير جدا موجود يعني. فالناس دايما بيرحبوا بالاهلي، وبيكون عندهم استعداد كبير جدا ان هم يستضيفوا النادي الاهلي، ويوفروا كل طلباته ويحللوا كل مشاكله يعني، كان النادي الاهلي موجود في بيته يعني الحقيقه يعني. فتحيه طبعا ليهم اخواننا واشقائنا اللي موجودين في دبي قائمين على امور النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته من خلال معسكر خارجي بالامارات.